بحضور 450 فنانا وفنانة من نجوم السينما والدراما المصرية والعربية والأجنبية، افتتح مهرجان الجونة السينمائي دورته الثانية بمشاركة 15 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، فضلا عن مشاركة 24 فيلما خارج المسابقة الرسمية. عدد الافلام المتقدمين حوالي زاد نسبة 60%، الميزانيه او قيمه الجوائز اتضاعفت. صناع السينما العالميين اللي هيشتركوا السنه دي اكتر كتير جدا من السنه اللي فاتت، كلنا احنا بنعمل عمل مهم جدا مع بعض، وخاصه الامارات يعني دوله زينا في نفس المفاهيم. احنا عايزين نحارب كل الكراهيه والقتل والسفك الدماء الغير مبرر والارهاب والكلام ده، وندعو الى صناعه الفرح يعني. وتضم لجنة تحكيم المهرجان 16 سينمائيا من مختلف تخصصات صناعة السينما لتحكيم الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة المشاركة بالمهرجان. يعني احنا كنا على مستوى استوديوهات في هوليوود في الثلاثينات من القرن اللي فات، فما فيش سبب ان ما يحصلش عودة للقمة، والعودة للقمة بيساعدها مهرجان زي مهرجان الجونة لما يبقى ليه استمرارية ويبقى على نفس هذا المستوى. ويتخلل المهرجان عقد لقاءات مع المخرجين والمنتجين والأبطال المشاركين في الأفلام المعروضة به، بالإضافة إلى الاحتفال بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج الكبير يوسف شاهين. الحقيقة دي دورته الثانية، ولكن الحقيقة من الدورة الأولى هو بادي قوي جدا وحقق نجاح عظيم، وأنا متوقعة إن شاء الله إن الدورة دي هتكون أقوى كمان. أتمنى طبعا إن شاء الله، بس يعني وجود أفلام قوية وفي وجود فنانين كتير ده شيء مهم جدا، شيء كلنا بنفتخر به الحقيقة. طبعا بتمنى إن يكون المهرجانات دايما قوية، وأعتقد إن نوعية المهرجانات زي الجونة هي بتدعم بإن نوعية المهرجانات بعد كده تكون في نفس القوة. وتستمر فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة من 20 إلى 28 من سبتمبر الجاري، ويمنح المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم العالمي سلفستر ستالون والمخرج المصري الكبير داود عبد السيد والمنتجة التونسية درة بوشوشة.